ردود الأفعال التونسية تجاه زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس، وهو موضوع يمكن فما أطراف ركبت عليه وخرجت وندت بهذه الزيارة ورفعت شعارات لا تحاكي التونسيين جميعا. هنا ما نجموش نعملوا معناها الفو با جينيراليزي، لهنا مش توانسة الكل مثلا يتبنوا نفس الموقف هذاك، يعني الفو دير كونه فما توانسة أخرين قالك احنا ما يهمناش، يعني هذه مشاكل، هذه أمور دولة، يعني علاقات دبلوماسية، علاقات دولية، حرية التعبير طبعا مكفولة بالقانون إلى آخره، إلا أن هذه العلاقات تمثل أيضا، يعني شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي دعم في عديد الصفحات الكبرى لهذه الزيارة. طبعا هنالك الإيديولوجيات والخلفيات السياسية موجودة وواضحة لدى الداعمين سواء من هذا الجانب أم من ذاك، إلا أنه نختم قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، القضية التي أخذت أكثر يعني حيز من معناتها ما شفناش قضية أخذتها الحيز هذا، يعني ما شفناش مثلا التونسيون مهتمون بمن قتل الشكري بالعيد ومحمد البراهمي، أم هذه ليست بدماء، يعني ما شفناش دماء لطفي نقذ جنودنا إلا نكل بجثثهم في الشعامبي إلا ذبحوا، يعني هذه القضايا من باب أولى وأحرى أن نهتم بها في تونس ونكشف من يقف وراء هذه الاغتيالات ومن يقف وراء هذه الجرائم في تونس. يعني صحيح هي جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بغض النظر عن مواقفه السابقة التي انتقده فيها العديد ايضا، لانه هنالك من يقول كان له دور في التسفير الى بؤر التوتر، يعني كل هذا قيل ولا يزال يقال، تبقى جريمه طبعا باتم معنى الكلمه، الا انه يظل شانا سعوديا داخليا، هو اغتيل في اراضي سعوديه ذات سياده سعوديه في تركيا، دونك يبقى شان داخلي سعودي، ليس لنا ان نتدخل في هذه الشؤون. شكرا على حسن المتابعه، موعدنا يوم الخميس المقبل ان شاء الله.